رد رسمي ذكي من الجزائر على طلب الملك المغربي محمد السادس الداعي لاستحداث آليات مشتركة بين الجزائر والمغرب لحل بعض المشاكل العالقة بين البلدين. تحرك الدبلوماسية الجزائرية رصده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تخطر فيه الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بتنظيم اجتماع مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال. في الرد على هذا المطلب لأنها كانت تعتقد بأن الدعوة المغربية لم تكن بريئة، فالدعوة كانت تمثل تحول مفاجئ في الخطاب المغربي تجاه الجزائر بعد مسلسل طويل من التحرشات والتصريحات. العلاقات بين الجزائر والمغرب تمر بأسوأ مراحلها منذ سنوات، فهو أتكلم عن مشكلة الصحراء الغربية التي تحاول المغرب أن تجرجر الجزائر إلى أن تكون طرفا فيها، والجزائر تتعفف وترفض هذا الدور وترمي بالملف إلى المؤسسة أو إلى منظمة الأمم المتحدة. الاجتماع بين الجزائر والمغرب يراد له أن يكون ثنائيا بطلب مغربي، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية اختارت التعامل مع الطرف المغربي مؤسساتيا عن طريق اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغرب العربي، حيث يقول مراقبون أن التعامل الطرف الجزائري كان ذكيا في وقت وصفت فيه جدية الطرف المغربي بغير الصادقة. جدية الطرف المغربي وصدقية الطرف المغربي في دعوة الجزائر إلى حوار حقيقي لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، أعتقد أن المشكلة لم تكن مطروحة أبدا على مستوى الطرف الجزائري، وهذا الاجتماع هو من أجل وضع المغرب أمام تحديات وتطلعات المنطقة، لأنه نعتقد أعتبر أنه هو رد ذكي ودبلوماسي من طرف الجزائر، بمعنى أنه سنضع المغرب أمام مسؤوليته التاريخية والسياسية. الآن إذا كان يلتزم مع الجزائر يلتزم في إطار ما يسمى بمؤسسات وهياكل الأمم المتحدة. السياسة الخارجية الجزائرية تضرب عصفورين بحجر واحد، وضع الطرف المغربي أمام مسؤولياته أمام مؤسسة اتحاد المغرب العربي، وتأكيد القناعة الراسخة للجزائر المعربة فيها عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغربي وبعث مؤسساته.